مرحبا متابعيني، شلونكم؟ ان شاء الله زينين، تكونوا بصحة وخير وسلامة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، هو بقسم مقرمش لذيذ جدا بالسمسم. تقدرون بلا سمسم نباتي بدون بيض ولا حليب، من الوصفات السهلة واللذيذة جدا، والمكونات كلش كلش بسيطة متوفرة بكل بيت. نحتاج إلى 2.5 كوب من الطحين الأبيض. الطحين الأبيض هذا التزموا بالمقادير والقياسات طبعا. نحتاج خميرة، 2 ملاعق صغار من الخميرة عادي، هاي خميرة، ونص ملعقة صغيرة من الملح، لازم ملح، 1/2 ملعقة صغيرة مو أكثر، 1/4 كوب من السكر، هذا 1/4 كوب تزموا بالمقدار، هذا تقدرون أكثر حسب الرغبة. والمطيبات اللي راح نحتاجها، نحتاج 1/2 ملعقة من الهيل و1/2 ملعقة صغيرة من الفانيلا. إذا عندكم محلب كلش طيب طعمه، ضيفوا 1/2 ملعقة. هذه الفانيلا خليناها هسه. نخلط المواد الجافة مع بعض. هسه نضيف 1/4 كوب من الزيت، كافي كلش، لين بقسم نريده يكون خفيف مو ثقيل. اي زيت نباتي يصير ما عدا زيت زيتون، زيت زيتون شوية ثقيل بالمعجنات. هذا استعملت كريسكو، كلش خفيف، متوفر بول مارت هنا بامريكا، حسب ما متوفر عندكم مو مشكلة. نحرك المواد حتى تتداخل مع بعض. نبدي نضيف المي، 1 كوب مي دافي دافي. نبدي نعجن عجينة عادية، نريد نظل نعجن بيها هيجي على ما تصير عندنا عجينة متماسكة وملسة ملسة، هيجي نظل نعجن بيدنا أو بالعجانة إذا عندكم يصير. شوفوا شلون قامت تصير ملسة، خلاص نجمعها. الكاسة مدهونة هيجي صارت، نغطيها ومكان دافي لمدة 1 إلى 1.5 ساعة، اريد يتضاعف المقدار. الخليط اللي راح نغمس بالبقسم هو عبارة عن 2 ملعقة كبار من الطحين، وراح نضيف 2 ملعقة كبار من الدبس، لان ما اريد استعمل بيض، هذا نباتي، فمكان خليط البيض راح نستعمل هذول 2 ملعقة كبار من دبس التمر، 2 ملعقة كبيرة طحين، 2 ملعقة كبيرة من دبس التمر. ونضيف 1/2 كوب مي عادي، ونحرك طبعا، كلش بسيطة كلش. لما يختلط زين عندنا المزيج، ونكون محضرين سمسم. تقدرون بلا سمسم، بس يعني تغمسوها بهذا الصاص او خليط وذات، يعني لا تخلون سمسم يصير. خلاص حضر عندنا هذا السمسم، عجبنا يعني اطيب السمسم طبعا. تقدرون تضيفون للسمسم حبة البركة. شوفوا شلون اضاعف المقدار، باعوا العجينة كلش زينة طلعت كلش. نقسمها 2 كبيرة هيجي، او وحدة من عندهم نغلفها بالنايلون وبعدين نشتغل بيها هيجي هيجي. سنبني نفرد العجينة هيجي بالضبط على شكل مستطيل، شوية نفتحها بالشوبك نعدلها بيدنا. عندي قطاعة طبعا اقطع الحافات اساويهم حتى تطلع البقسماية متساوية بالطول بالعرض، كل هالحوافي هيجي نقسمها بالنص. تقدرون ما تقسموها، بتطلع البقسماية كلش طويلة وكبيرة هيجي. شوفوا قطع بهالشكل، خليهم على جنب. بعدين نبدي بإيدينا نسويهم على شكل هيجي اسطواني رفيع كله. هسه نحرك شوية الخليط ونبدي نغمس العجينة بهذا الصاص خليط، بعدين بالسمسم هيجي نعدلها بيدنا حتى يلزق السمسم على البقسماية على العجينة،
وعندي هنا محاضرة صينية بها ورق زبدة، وراح أصفهم أخلي مسافة، لأن بعدين راح أخليهم بعد يختمرون ويضاعف حجمهم. هيجي بكل سهولة، طريقة كل سهلة، هيجي كلها هيجي أخلص ونكمل. خلاص خلصتهم وغلفتهم بالنايلون وخليتهم هنا فوق الطباخ. الطباخ ما معلوق، بس أريد يضاعف حجمهم فساعة كاملة، وعو بس الضوء مال المايكرويف، حتى الحرارة كلش خفيفة، ضاعف الحجم. باعو شلون صار شكلهم. درجة حرارة الفرن على 325 فهرنهايت، خليتها طبعا على البيك 160 مئوية. هذا بيك على البيك. هسه راح ادخلهم الفرن هيجي، واحد والثانية فوقاها، بعدين ابادل جواها، العفو، بعدين ابادل بالصواني حتى القاعية تستوي، منها اصعدها فوق وهكذا. اخذت لها نص ساعة، باعوا اللون شلون صار وصاروا. بس ايش راح اسوي؟ اريدهم يظلون مقرمشين. هسه راح اطفي الفرن، طفيته، راح اخليهم ابقيهم بالفرن لمدة 15 دقيقة الى 20. انتو يعني شوفوها، تقطعون وحدة اذا من جوا هم صارت مقرمشة يعني صاروا، لا تخلوها اكثر من 3 ساعة. 15 دقيقة كلش كافي. هسه اني راح اخليها فت 15 دقيقة هاي بالفرن حتى شنو تقرمش. طبعا خلينا نذوق، نجوه بفراخ، طعم روعة، بدون بيض ولا حليب، أطيب شيء يبقى برا، مو بالثلاجة ولا بالفريزر، نو هذا يبقى برا. بخصل بس، طعم روعة. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، أشوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخ لندا، لا تنسون اللايك، وحبيتوا اشتركوا بقناتي، فعلوا الجرس. شكرا، مع السلامة.